فإنها من تقوى القلوب. علامة التقوى هي تعظيم شعائر الله، والمساجد من أعظم شعائر الله. كم من الناس من لا يلحظ هذا، لا لضعف إيمانه ولا لنقص فيه، ولكن قد لا ينتبه أو يحتاج إلى من يذكره. هذه قضية مهمة يا أحبتي، لا تغفل عنها أبدا. بمجرد أن تقترب من المسجد، إن كان معك صديق تكلمه، يا أخي نوقف الحديث أو نتكلم على أخفض الأصوات بلا رفع للصوت، بلا إزعاج لأحد. المسجد هذا بيت الله حتى ولو لم يكن فيه أحد. لذلك كان أهل العلم يقولون: لا ينبغي للإنسان الذي يعمل الخير في المسجد أن يرفع صوته. قال: كيف يعني؟ يعني يقرأ القرآن وحده لا يرفع صوته، يصلي وحده ما في أحد في المسجد. قد يدخل إنسان في هذه اللحظة يريد أن يصلي، أنت ترفع صوته تشوش عليه، يريد أن يقرأ القرآن هو، أنت ترفع صوتك تشوش عليه. هذه قضايا ينبغي أن نلحظها تمام اللحظ يا أيها الأحبة، فإنها مهمة ولا ينبغي لنا أن تغيب عنا. وبعض الإخوة إذا قلت لهم مثل هذا الكلام، للأسف تكون ردة فعلهم خطأ آخر أشد من الخطأ الأول، فيقول لك: إيش صار؟ هذا لا يقوله الإنسان المسلم حينما يوعظ. حينما يوعظ قل: هذا أمر الله، أستجيب لأمر الله. الله تعالى وصف بعض عباده الذين انحرفوا عن طاعته فقال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ليش أنا ما بتقي الله؟ أخذته العزة بالإثم. حدد الله له مستقره فقال: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لو قيل لي ولك ولأكبر منا ولأصغر منا ولأصلح منا ولأتقى منا ولأعلم منا اتق الله، نقول على رأسنا، تقوى الله على رأسنا جميعا. لا أحد منا لا يحتاج إلى تقوى الله. فالإنسان المسلم إذا ذكر أو نصح يقول سمعا وطاعة، لأن هذه النصيحة ليست غاية للناصح عند المنصوح، بل إنما هي عمل صالح يقوم به الإنسان يبتغي به المثوبة عند الله عز وجل.